بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله وشركه الروح القدس معكم جميعا. لنحضر انفسنا لهذا الاحتفال، لنحضر انفسنا بطلب المغفره من الله على جميع خطايانا. في لحظات صمت لنذكر خطايانا ونستعد للاحتفال بالاسرار المقدسه. تفضل جلوس. سيادة المطران جمال خضر دعيبس جزيل الاحترام، إخوتي الكهنة الأجلاء، أخواتي الراهبات، أبناءنا المتقدمين للسرية المناولة والتثبيت وذويهم الأحباء، أبناء الرعية الأعزاء، باسمي وباسم أبناء رعية يسوع الملك نرحب بكم سيدنا في هذا الصباح المبارك المعطر برائحة كنيسة يسوع الملك أولى كنائس مدينة عمان. استقبلنا خبر تعيينكم كأسقف مساعد في الأردن في 11 من آذار الماضي بكل فرح وسرور، واليوم يستقبلك أبناء الرعية بكافة أطيافها مقدمين لك المحبة والمودة ومرحبين بك راعياً جديداً للنيابة البطريركية اللاتينية في الأردن. أنت الذي كانت أولى خطواتك الكهنوتية ككاهن مساعد في هذه الرعية الكنيسة الأم في عام 1988 و89، واليوم أنت تزورها ليس ككاهن مساعد وليس ككاهن رعية، وإنما أسقفاً ترأسنا جميعاً بالخدمة والمحبة. نقدم لك اليوم كل الاحترام والطاعة، فأنت صورة للمسيح الراعي من خلال عصا الرعاية، والمسيح المعلم من خلال تعليمك وكرازتك، وصورة المسيح الكاهن من خلال الأسرار المقدسة التي توزعها. الله يتعامل معنا بالمفاجآت والتحديات والنعم العديدة، وأكبر مثال لنا هي أمنا مريم العذراء في شهرها المكرم. هذه الصبية الصغيرة تبشر من خلال الملاك جبرائيل، فكان لها الخبر المفاجئ والمفرح بذات الوقت. الله اختارها لتكون أماً لابنه يسوع، وأنت يا سيدنا كما فعلت العذراء كذلك فعلت وقلت فليكن لي بحسب قولك، معتمداً على العناية الإلهية. شعارك الأسقفي الرحمة والحق طلاقيا، وكما قلت فيه يوم قداسك الحبري الأول في الأردن، إنه ليس مجرد شعار وإنما هو مخطط متكامل. ففيه كما قلت نتذكر أن الله هو الرحمة وهو الحق الذي ظهر لنا في يسوع المسيح، وقد اخترته لكي تعكس أنت أيضاً لنا نحن مؤمني الأردن كهنة ومكرسين وعلمانيين صورة الله الرحيم. هذه الصورة التي أصبحت تضمحل وغائبة عن الأذهان والقلوب في عالم اليوم، لنتذكر في شخصك آية المسيح: طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. فأهلاً وسهلاً بك سيدنا، مؤمناً بيننا وأسقفاً من أجلنا، مصلين من أجلك كما طلبت لتقوم بالرسالة التي أوكلها الله لك، ولكي نسير معاً لما فيه خير الكنيسة والوطن. فأهلاً وسهلاً بك. يستقبلك اليوم أيضاً يا سيدنا مجموعة من 33 طفلاً من أبناء رعية يسوع الملك، وهم كلهم شوق لقبول الأسرار المقدسة من يديك. أمضوا 5 أشهر من التحضير لهذا اليوم العظيم، وأنا أقول لك إن أطفالنا مستعدون لقبول هذين السرين. اليوم تحمل لهم يسوع القرباني وتهبهم مواهب الروح القدس، وترسلهم إلى بيوتهم ومدارسهم ومجتمعهم حاملين يسوع والروح القدس معهم. أهالي أبنائنا الأعزاء،
لقد رأيتم التحضير الجيد لأبنائكم والذي لا ينتهي اليوم، بل يعطيكم مسؤولية متابعة حياة أبنائكم الروحية. فاحتفال اليوم ليس حفلة جميلة واجتماعية كما يعتقد البعض، ولكن هي تعبير عن قمة إيماننا المسيحي. فلا تترددوا بالمجيء مع أبنائكم لقداس يوم الأحد، ولا تستحوا ولا تخجلوا من الصلاة معا في البيت. عندما يكون الله حاضرا في العائلة تسير الأمور بطريقة أفضل. وأما الأشابين فدوركم كبير أيضا، فمع الأهل تحملون اليوم مسؤولية أبنائكم الروحيين الجدد بمتابعة حياتهم الروحية بشكل دوري، وهذه المسؤولية يلقيها الله على عاتقكم اليوم وسيسألكم عنها. وفي الختام اسمحوا لي أن أقول ثانية أهلا وسهلا بك سيدنا في رعية يسوع الملك، وألف مبروك سيامتكم الأسقفية، ألف مبروك لأبنائنا هذا السر المقدس. كل عام وأنتم بألف خير. المسيح قام، حقا قام. شكرا أبونا مروان، شكرا لكم جميعا. نتابع قداس اليوم. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وأيها الإخوة أني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدامة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا، ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. آمين. Oh, yeah.
نسألك يا أيها الإله القدير الرحيم، فأرسل إلينا روحك القدوس كي ينزل ويحل بنفوسنا ويجعل منها هياكل تليق بمجدك الرفيع، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدوس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من سفر أعمال الرسل. لما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فانطلق من السماء بغتة دويا كريح عاصفة فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت، فوقف على كل منهم لسانا فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا. وكان يقيم في أورشليم يهود أتقياء من كل أمة تحت سماء، فلما انطلق ذلك الصوت اجتمع الناس وقد أخذتهم الحيرة، لأن كل منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغة بلده. فوقف بطرس مع الإحدى عشر فرفع صوته وكلم الناس قال: يا رجال اليهودية وأنتم أيها المقيمون في أورشليم جميعا، اعلموا هذا واصغوا إلى ما أقول. إن يسوع الناصري ذاك الرجل الذي أيده الله لديكم بما أجرى عن يده بينكم من المعجزات والأعاجيب والآيات كما أنتم تعلمون، ذاك الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه السابق فقتلتموه إذ علقتموه على خشبة بأيدي الكافرين. إن يسوع هذا قد أقامه الله ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. فلما رفعه الله بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه، وهذا هو الذي ترون وتسمعون، كلام الرب. بارك يا نفسي الرب. أيها الرب إلهي لقد عظمت جدا، ما أعظم أعمالك يا رب، لقد صنعت جميعها بالحكمة فأمتلأت الأرض من مقتناك. الجميع يرجونك لترزقهم أكلهم في أوانه، ترزقهم فيلتقطون، تبسط يدك فيشبعون خيرا. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض، ليسكن مجد الرب إلى الأبد، ليفرح الرب بأعماله. رنموا للرب مدة حياتي وشيدوا لله ما دمت حيا، ليلذ له تأملي، أنا أفرح بالرب. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. القراءة الثانية فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. يا أخوة أناشدكم أنا السجين في الرب أن تسيروا سيرة تليق بالدعوة التي دعيتم إليها، سيرة ملؤها التواضع والوداع والصبر، محتملين بعضكم بعضا في المحبة ومجتهدين في المحافظة على وحدة الروح برباط السلام. فهناك جسد واحدة وروح واحدة، كما أنكم دعيتم دعوة رجاؤها واحد، وهناك رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة وإله واحد آب لجميع الخلق وفوقهم جميعا يعمل بهم جميعا وهو فيهم جميعا، كلام الرب.
فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان وقبل أن ينتقل يسوع من هذا العالم إلى أبيه، قال لتلاميذه: إذا كنتم تحبوني حفظتم وصاياي، وأنا أسأل الآب فيهبا لكم مؤيداً آخر يكون معكم للأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يتلقاه لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعلمون أنه يقيم عندكم ويكون فيكم. كلام الرب. تسبيح لك أيها المسيح. أيها الإخوة الأحباء، يسرني أن يكون لقائي الأول بهذه الرعية كأسقف بهذه المناسبة السعيدة، الاحتفال بأول مناولة وسر التثبيت لأبنائنا. أود أن أعرب عن فرحي أيضاً بوجودي بينكم بعد 33 سنة. كما قال الأب مروان كاهن الرعية، على عملي في هذه الرعية ككاهن مساعد لمدة سنة واحدة. أقف بينكم اليوم مع أخي أبونا مروان كاهن الرعية، الأب وجدي وأخي الكهنة كهنة الرعية، الذين أحييهم على عملهم في هذه الرعية. احتفالنا اليوم هو لأبنائنا، احتفالنا هو احتفال مميز من أجل أبنائنا. هذا الحدث المهم في حياتهم، يتناولون القربان الأقدس لأول مرة، أول مناولة، وينالون نعمة سر التثبيت، نعمة الروح القدس. أبونا مروان قال إنكم مستعدين، مستعدين؟ قال إنكم متشوقين للأول مناولة، متشوقين لأول مناولة؟ كلنا متشوقين مشانكم، كلنا نكون معكم، كلنا منتذكر اللي بيتذكر أول مناولة تبعته، بأي شوق نتقدم من القربان الأقدس. هذا الشوق للقربان الأقدس الذي يجب أن لا يزول، مش بس أول مرة، في كل مرة نتناول بها القربان الأقدس. نجتمع اليوم حول الهيكل، حول المسيح، السيد المسيح هو الذي يجمعنا. مناولتنا للقربان الأقدس هي التي تجمعنا، هي التي تجعل منا جسد واحد، كنيسة واحدة، رعية واحدة. قديس بولس يقول لنا: أليس الخبز الذي نكسره هو مشاركة في جسد المسيح؟ فنحن على كثرتنا جسد واحد لأننا نشترك في هذا الخبز الواحد، لأننا نتناول هذا القربان نصبح كنيسة واحدة، نصبح رعية واحدة. المسيح الذي بجسده يمنحنا الحياة، من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية. هذه الحياة التي تدب في الرعية، في الجماعة المسيحية، في الكنيسة. كيف نعرف أن كنيستنا لا تزال كنيسة حية، كنيسة تعطي ثمر؟ عندما ننظر إلى أبنائنا، ننظر إليهم، هذا الجيل الذي يستمر في حمل الإيمان، يستمر في حمل الشهادة، يستمر في هذه الحياة في الرعية. هنا نستمر في إيماننا بيسوع المسيح. هذا هو القربان الأقدس، المسيح الذي يأتي ليسكن فينا ولكي يوحدنا فيما بيننا.
وأيضا تنالوا سر التثبيت. في القراءة الأولى قرأنا عن حلول الروح القدس على الرسل، على العذراء والرسل، وكيف بدأوا يبشروا بالمسيح. ويقول لنا القديس بطرس في هذه الرسالة: المسيح الذي أقامه الله من بين الأموات، ونحن شهود على ذلك. ونحن شهود على ذلك. قديس بطرس يتكلم باسم كل الكنيسة لليوم، نقدر نقول نعم المسيح الذي قام من بين الأموات ونحن شهود على ذلك. رح تناله نعمة الروح القدس، مسحة الروح القدس، هذا الختم، هذه النعمة العظيمة، حتى تصبحوا شهود للمسيح في حياتكم. كيف نصبح شهود للمسيح؟ نصبح شهود له عندما نصبح شهود للخير في حياتنا، عندما نكون شهود للفرح، نكون شهود للمحبة، عندما نعيش بحسب وصايا السيد المسيح. في الإنجيل المقدس ماذا يطلب منا المسيح؟ يعطينا أولاً، نعرف في القربان الأقدس، يعطينا ذاته، يعطينا جسده، وبالمقابل ماذا يريد؟ يعطينا جسده لأنه يحبنا، ولأنه لا يريد أن يتخلى عنا ويتركنا ويبتعد عنا، لا يريد أن يبتعد عنا. المهم إحنا ما نبتعد عن السيد المسيح. مشان هيك بيقول المسيح: إذا أحبني أحد حفظ كلامي، فأحبه أبي. المسيح أولاً هو الذي أحبنا، ولأنه أحبنا يعطينا هذه العطية العظيمة، سر القربان الأقدس، غذاء لنا لكي يكون معنا دائماً. ونحن ماذا نجيب على هذه المحبة؟ أن نحب، نحب الله ونعمل بوصايا السيد المسيح. وكلنا بنعرف ما هي وصايا السيد المسيح. أعزائي أبنائنا الذين تقبلون اليوم المناولة الأولى وتقبلون سر التثبيت، كونوا دائما مستعدين أن تقبلوا المسيح في حياتكم وفي قلوبكم، مش بس أول مرة، دائما أن قلوبكم تكون جاهزة وحاضرة لاستقبال المسيح. حاضرة عندما تكون قلوبنا نقية صافية مش مع الخطيئة، المسيح لا يسكن مع الخطيئة في قلوبنا. كونوا دائما مستعدين للمناولة المقدسة واقبلوها بنفس الشوق الذي تقبلونه بها اليوم. وإلى الأهل الكرام وإلى الأشابين، قمتم بواجبكم في تربية أبنائكم، في الاهتمام بهم، على أمل أن لا تنسوا أن تربيتهم الروحية وتربيتهم الدينية هي جزء من مسؤوليتكم أيضا، وهذا ما قمتم به حتى تقدموا أبنائكم لقبول سر التثبيت والمناولة الأولى. استمروا في الاهتمام بأبنائكم، في تربيتهم هذه التربية على الإيمان، على حب المسيح، على الالتزام بالكنيسة، على الانتماء للكنيسة، لأن الكنيسة هي بيتهم الثاني، بيتهم الأول هو البيت. مسؤولية التعليم المسيحي والتربية هي أولا للبيت، ولكن الكنيسة هذه والرعية هذه العائلة الكبيرة، نستمر في أن نكون قريبين منها لنكون فعلا جسدا واحدا كرعية واحدة. هذه هي المسؤولية الأهل، وهنالك أيضا كما نعلم دور للأشابين في أن يستمروا في هذه التربية، فينمو أبناؤنا في محبة الله ومحبة كنيسته. مناسبة سعيد، وأطفالنا بدي يشوفوا لو واحد مكشر اليوم، اليوم يوم فرح، تتناولوا جسد المسيح، إيش بدنا سبب للفرح أعظم من هيك؟ نفرح كلنا اللي موجودين، نفرح معكم، نفرح لفرحكم. الفرح الأكبر في حضور المسيح بيننا، الفرح الأكبر عندما نتناول القربان الأقدس فيصبح حاضر في قلوبنا، هذا الفرح الذي نعكسه في حياتنا، نعكسه بمحبتنا للجميع، نعكسه بعملنا بوصايا الله،
بمحبته وبمحبة القريب. لنعش هذا اليوم بفرح حقيقي، هدف سببه وأساسه وهدفه يسوع المسيح ربنا. آمين. الأهل والأشابين، لما قدمتوا أبنائكم للعماد، سر العماد، أجبتم عن أبنائكم بالاعتراف بالإيمان، هذا الإيمان الذي ربيتم أبنائكم عليه. اليوم بعد أن وصلوا إلى هذه المرحلة، هم بأنفسهم سيعلنون إيمانهم وسيجيبون على نفس الأسئلة التي سئلت في العماد. الآن قبل أن تنالوا الروح القدس، اذكروا ذلك الإيمان الذي أعلنتموه أنتم أو أعلنه آباؤكم وأشابينكم وجماعة الكنيسة يوم اعتمادكم في المسيح. أتكفرون بالشيطان وبجميع أعماله ومغرياته؟ نعم. أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ نعم. أتؤمنون بيسوع المسيح ربنا ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وخبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ أتؤمنون بالروح القدس الرب المحيي الذي سيهب لكم اليوم بنوع فريد بسر التثبيت المقدس كما وهب للرسل يوم العنصرة؟ أتؤمنون بالكنيسة الكاثوليكية وبشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ نعم. مع بعض، هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي يعلنه بافتخار المسيح يسوع ربنا. آمين. لنصلي أيها الإخوة الأحباء إلى الله الآب القدير كي يرأف بأبنائه هؤلاء الذين ولدوا بالعماد ولادة جديدة، ويفيض عليهم الروح القدس فيثبتهم بمواهبه الغزيرة ويجعلهم بمسحته أكثر شبها بالمسيح ابن الله. أيها الإله القدير، يا أبا ربنا يسوع المسيح، لقد ولدت عبيدك هؤلاء ولادة جديدة من الماء والروح القدس، منقذا إياهم من الخطيئة، فأفض عليهم الآن يا رب روحك البرقليط، هب لهم روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى، واملأهم من روح مخافتك بالمسيح ربنا.
الإخوة الأحباء، لنبتهل متوسلين إلى الله الآب القادر على كل شيء، ولتكن صلاتنا واحدة شأن وحدتنا في الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الفضائل التي تنبثق من روحه القدوس. أيها الراعي الصالح، نصلي لك من أجل كنيستك المقدسة وعلى رأسها حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وغبطة البطريرك بيير وأسقفنا جمال وجميع الأساقف والكهنة، كي يكونوا بناة للسلام والوحدة والمحبة في العالم، فيتمجد اسم يسوع في كلامهم وأعمالهم. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا رئيس السلام، نسألك أن تحمي وتبارك ملكنا عبد الله الثاني وكل من هم في موضع السلطة وقيادة، أفض عليهم يا رب روحك القدوس فيسود الأمن والسلام في أردننا الحبيب وفي العالم أجمع. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا منبع كل خير وبركة، أسكب نعمك على المشردين والمعذبين والأرامل واليتامى والمتروكين بدون محبة وعطف. أعطنا أن نفهم أننا أخوتهم كما يعلمنا الإنجيل، فيسود ملكوتك بيننا. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا أيها الحب الحقيقي، نسألك أن تحفظ أهلنا وأشابيننا من كل شر ومكروه، وأن تمن عليهم بعطاياك المقدسة فيسلك طريق الحق ويثبت على الإيمان فيكون قدوة لنا في قولهم ومثلهم. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا أيها الحمل الإلهي، نرفع الصلاة من أجلنا نحن المتقدمين لقبول سر القربان المقدس للمرة الأولى. امنحنا يا رب أن نكبر في محبتك يوما فيوما، فتكون أنت سند حياتنا. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا أيها الروح القدس، امنحنا مواهبك وأجعل أجزانا ونفوسنا إياك الحية المقدسة تحمل نورك وقوتك إلى العالم، فنكون شهودا لقيامتك وإنجيلك. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يتقبل الله طلباتنا هذه بشفاعة أمنا مريم العذراء سامية القداسة أم الكنيسة المجيدة، فنشكر له نعمه وعطاياه ونترنم برحمة دائمة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الإله الذي منحت رسلك روحك القدوس وأردت أن يمنح لسائر مؤمنيك بواسطة خلفائهم، اجعل الإيمان والمحبة اللذان انتشرا في كل مكان في أوائل البشارة الإنجيلية يستمران بالنمو في قلوب المؤمنين بالمسيح ربنا. البخور والمبخرة، لتصعد يا رب صلاتي إليك كي يرتفع عبق البخور من هذه المبخرة كرائحة زكية تطيب الفضاء الذي يفصلنا عنك. فاقبل يا رب دعاءنا وبارك مقاصدنا وأعمالنا كي تحترق لأجلك كما يحرق الفحم حبات البخور لتمجيد اسمك وجلالك القدوس. فاقبلهما يا رب وبارك. الخبز والخمر، نضع يا رب ذواتنا أنفسنا بين يديك كي تزرع فينا روح ابنك المتجسد، روح الخدمة والبذل والعطاء، روح التواضع والمحبة، فنصبح معك ولك قدام النشيطين لنشر ملكوتك في بيوتنا ورعايانا ومجتمعنا. فاقبلهما يا رب وبارك. الماء المقدس وثوب العماد، نقدم لك يا رب ثوب العماد هذا الذي يرمز أننا لبسنا المسيح، والماء الذي طهرتنا به في معموديتنا
فاجعلنا نتذكر موعدا مع معموديته التي أعلن عنا شبيننا في عمادنا، والتي نريد أن نعلنها نحن اليوم في تثبيتنا في المسيح يسوع. فاقبلهما يا رب وبارك. الصليب، الصليب الذي علق عليه جسدك المقدس الطاهر هو مصدر فخر واعتزاز. فاجعلنا يا رب نتحمل مصائب هذه الحياة ومشقاتها، وأن يكون صليبك مرساة أمان لنا، فنحصل على الأنعمات السماوية التي وعدتنا بها. فاقبله يا رب وبارك. الكتاب المقدس، كلامك يا رب روح وحياة، فاجعلنا يا رب من العاملين والحافظين لتعليمك السامية، فهي نورا ومنارة تنير طريقنا وتقودنا إلى السعادة دائما. فاقبله يا رب وبارك. الشموع، نطلب منك يا رب أن تكون هذه الشموع نورا لطريقنا حتى نسير على مثالك، وأن نكون مثال الآخرين وهدايتهم إلى طريق القداسة وأعمال الخير. فاقبلها يا رب وبارك. الأخوة إلى الله الأب القدير، كي يقبل من يومكم هذه الذبيحة. نسألك أيها الرب العطوف أن تتقبل قرابين أبنائك
وأن تعمل على أن يكونوا أكثر شبهاً بابنك الوحيد، فلا ينقطع عن الشهادة له، مشتركين في تذكار فدائه الذي به استحق لنا أن نعطى الموهبة الروح القدس والحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. نول حق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان. أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا، فهو بعد صعوده عالي السماوات وجلوسه عن يمينك أرسل الروح القدس الموعود به إلى أبناء التبني. لذلك فالآن وإلى الأبد ومع جند الجيش السماوي لك نسبح خاشعين صارخين وهاتفين. إنك لقدوس أيها الأب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. أسألك إذا متضرعين أيها الأب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتحولها إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر ونول تلاميذه قائلا خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثير لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما نخبر بموتك
ابنك أيها الأب فيما نحيي لنا ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني. نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه، لأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطرياركنا بيير باتيستا، أسقفنا جمال وجمع الأساقفة وسائر الكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. أذكر وارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد، بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. في الصلاة التي علمنا إياها السيد المسيح علمنا أن ندعو الله أب لنا جميعا، فنحن جميعا إخوة بهذه الروح لنصلي معا ولنقل السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل طيرة نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. بمحبة تبادلوا سلام المسيح. يا حمل الله الحامل خطايا، آمين.
وذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. لستم مستحقان أن تدخل تحت الصفين. لكن قل كلمة إخوتي وأخواتي الأعزاء، تناول القربان المقدس هو من أقدس لحظات الذبيحة الإلهية. بدي أطلب من الجميع رجاء أن نتقدم من سر المناولة بكل تقوى وخشوع وتواضع. وبما أن اليوم هذا اليوم هو مميز لأبنائنا، فرجاء أن نسمح أولا لأبنائنا المتقدمين لسر المناولة من قبول المناولة مباشرة من يد الأسقف، ومن ثم نصطف ما بعدهم بصفين من وسط الكنيسة. وأيضا سيكون هنالك كاهنين لتوزيع المناولة عن يسار وعن يمين الهيكل. ربنا المعبود خالق العباد، بالخبز يجود فيصير زاد، بالخبز يجود فيصير زاد. سلام إكرام من كل إنسان.
في هذا اليوم الجميل نريد أن نشكر الله على نعمه الغزيرة التي منحنا إياها، لأنه غذانا بجسده ودمه الأقدسين ووهب لنا روحه القدوس، كما ونتقدم بالشكر الجزيل إلى سيادة المطران جمال عيبس جزيل الاحترام، طالبين له من الرب الصحة وطول العمر. ولن ننسى كهنتنا الأب مروان حسان والأب وجدي طوال ولجميع من ساهم في هذا الاحتفال الجميل. أهلنا، شبابنا وأبناء رعيتنا، نريد أن نشكركم لمشاركتكم لنا هذه الفرحة، ونريد أن نسألكم أن تشكرونا دائما في صلواتكم كي نبقى آمنين لهذه الهبات التي نلناها من الرب. حطيتها كلياتها غيبا، برافو عليها، يعني بدها كمان تكفي. إخوتي الأعزاء، تسمحوا لنا بنهاية هذا الاحتفال المهيب أولا أن نتوجه للشكر لله تعالى على بركاته ونعمه التي أعطانا إياها اليوم، وخاصة على أبنائنا اللي تقدموا من سري المناولة والتثبيت. دائما الشكر لله الذي يرعانا ويحفظنا في مسيرتنا هذه الأرضية ويسعى دائما لخلاصنا. واسمحوا لي أيضا من جديد باسمكم أن أشكر سيادة المطران جمال دعيبس على حضوره اليوم معنا وعلى ترأسه هذا الاحتفال. فبعد 33 سنة أكيد في لها شعور وفي لها هيبة جديدة إنك تيجي على رعية المصدار، هاي الرعية اللي خدمت فيها في أولى حياتك الكهنوتية. فسيدنا اسمح لنا باسم جميع أبناء هاي الرعية وباسم جميع فعالياتها إنه نقدم لك هديتين رمزيتين. أول هدية، إحنا بنعرف قديش الكاهن وخاصة كمان الأسقف وقته دقيق وعلى الليبرا، فسيدنا أول هدية راح تكون لك هي عبارة عن ساعة تذكرنا فيها دائما، وأيضا بنعرف قديش أنت بتوقع أوراق وقرارات مهمة من المطرانية، فكمان هديناك إن شاء الله قلمين تذكرنا فيهم دائما، وتصلي من أجل رعية يسوع الملك. وأبانا الكهنة، نشكركم دائما على حضوركم ودعمكم الدائم لنا في احتفالاتنا. واسمحوا لي أيضا أني أشكر إنسانة هي راهبة دائما كانت متواجدة مع أبنائنا، ودائما شوفها دائما تبعت على جروبات وبتذكرنا وبتلح علينا على ضرورة التواجد وعلى الحفظ وعلى الدقة في المواعيد وكل هاي الأمور، سيسا روان فوف. دائما كانت أول وحدة تكون موجودة لاستقبال أبنائنا، وهي دائما رافقتهم بهذول الخمس أشهر، فهي فعليا تعبت عليهم، عاملتهم كأم لإلهم، وفعليا أحبتهم من كل قلبها وأعطت من كل قلبها. فسيستر روان، إذا حكينا لك كلمة شكرا بنكون مقصرين معاك، فإحنا منصلي لك وألف شكر لإلك، وتسمحين أن نقدم لك هاي الهدية الرمزية. وأيضا السيدة أم يوسف كانت دائما مرافقة للسيستر روان، فشكرا لك، ولو سمحتي تفضلي تاخذي هاي الهدية من إيد سيدنا. وبدي أشكر أيضا جميع الأشخاص اللي دعمونا بهذا الاحتفال المقدس. بدي أشكر
جوقة الترتيل، الكشافة، خدام الهيكل، وأيضا متوجهة بالشكر الجزيل لقناة نورسات اللي اليوم غطونا هذا الاحتفال من الفيديو والصور. دائما كل الشكر والتقدير لكم لتواجدكم. إخوتي الأعزاء، بتمنى أني ما أكون نسيت حدا بكلمات الشكر، وكل الشكر والعرفان بالجميل لكل الأشخاص، والشكر الأخير هو للأهالي والأشابين لثقتكم الكبيرة فينا حتى تعطونا أبنائكم لخمس أشهر حتى ندربهم على أهم سرين من أسرار التنشئة المسيحية، هم سري المناولة والتثبيت. فكل الشكر لكم على ثقتكم وعلى تواجدكم اليوم أيضا في كنيستنا، وبتستحقوا زكفة. في نهاية الاحتفال سيدنا راح يأخذ صورة جماعية مع كل أبنائنا اللي تقدموا من السرين، فرجاء نبقى أماكننا حتى سيدنا يأخذ الصورة بكل أريحية، وبعدين كل طفل من أطفالنا أو ابن من أبنائنا راح يأخذ صورة فردية مع سيدنا وهو عم بمنحه شهادة ذكرى مناولة الأولى وسر التثبيت. شكرا لكم. لنصلي. أشمل دائما ببركتك يا رب أولئك الذين مسحهم الروح القدس وغذاهم بسر ابنك المقدس، واجعلهم يتغلبون على الشدائد فيبهجوا كنيستك بقداستهم، ويعملوا على ازدهارها في العالم بسيرتهم ومحبتهم بالمسيح ربنا. الرب معكم. احنوا رؤوسكم للبركة. ليبارككم الله الآب القدير الذي جعلكم بتبني أبنائه، أنتم المولودين ولادة جديدة من الماء والروح القدس، وليحرسكم بمحبته الأبوية. آمين. ليبارككم ابنه الوحيد الذي وعد بأن يبقى روح الحق في الكنيسة، وليثبتكم بقوته في الاعتراف بالإيمان القويم. آمين. ليبارككم الروح القدس الذي أضرم بنار المحبة قلوب المؤمنين، وليجمع بينكم وليقودكم دون عثار إلى فرح ملكوت الله. آمين. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح.